سي سعيد هروان، عرفنا بأن عندك مجموعة ديال الملكات، مجموعة ديال الإمكانيات، كتجسد مجموعة ديال الشخصيات، كتدخل في السكيتشات ديالك مجموعة ديال اللهجات خصوصا في الغناء، الحسانية، التاشلحيت، الريفية، هكذا. ممكن تعطينا شي حاجة في هذا؟ ماشي مشكل. مثلا كنقدر نغني الصحراوية، نغني يعني الجبلية، نغني القرناطي، الملحون. انا غادي نعطيك واحد المقطع يعني بالحسانيه وقبلوا عليا. مثلا الملحون او يعني كاين القناطي وكاين الملحول. مثلا نقدر نقول لك العلوه، يعني العلوه نحاولوا احنا مثلا يا لغادي بشوش الخضر مع الحمار، هزي الحنا والتمر والزيارة ملاي أمار يا اللو. مستوى كبير بصراحة. الله يبارك فيك أخي، شكرا. أنا كنت واحد الوقت معروف يعني بتقليد الفنان الكبير اللي هو تبارك الله قدوة، اللي هو عبد الرحيم التونسي، اللي تبارك الله أستاذنا وتعلمنا منه ودوزنا معاه يعني الصورة ديالنا كامل، وضحكنا بزاف ونشطنا بزاف من هذا المنبر. حتى هو كنبغيو يلتجئوا ليه، حتى هو لأنه مريض، الله يجيب ليه الشفاء العاجل إن شاء الله. هو نبغي نقول لكم ستاند اب ما داروها بيا، والله العظيم انا تفكيت معاكم، انا ماشي، انا اشتمتو، يا الله انا اشتمتوها بيا، الله عليكم السلاح بيا، بعتو شريتو فيا، ها هي عندكم، وانا شغنتي، انا شغنتي، انا شغنتي. ما التلفاز انا، مالي انا ماشي ديال التلفاز، دعيتكم الله ياخذ فيكم الحق. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش سعيد هروان، بغينا نعرفوا المستوى ديالو ونقارنوه مع الناس اللي هما لي كونديدا ديال ستاند اب. ممكن تعطينا شي حاجه، شي مونولوج او شي سكيتش او نقدر نقول لك مثلا باختصار، نقول لك كاين الناس يعني مؤدبين
وكاينين بعض الناس يعني اللي ما مأدبينش. مثلا كمثال يعني درية، مثلا درية تلاقيتي معها يعني هذه الدرية يعني مأدبة مصوابة. السلام عليكم. سلام اختي، فين جات المحافظة؟ خويا غادي تمشي اون فاس، شتي فين كاين هذيك البلاصة اللي واقفين فيها الطاكسيات، غادي تدور تدروا سول واحد السيد تما، غير بالك واحد الكيوسك راه اون فاس معاه. شوف بنيات كي دايرين يعني كتنعت لك و ماشي بحال وحده جيت نسولها ندمتني. اختي الله يرحم باك، فين جا المارشي؟ اختي سيكون موك عليك سيكوني. اختي مالك، انا بعد كنسول فيك. واش يمكن لك تسوقني سي من داك التزاوم يقدر والو تدوز عليك انا سيدة وليدي؟ لقيتيش مآمن انت تدير لك انا داك الشيء ديال والو. واختي انا ما قلت لك والو، انا راه سولتك مجرد سؤال جاوبيني. واش غادي تدير ولا ما غاديش؟ راه تدوز عليك انا ماشي تعاوني شي حاجه نلعب انا ولا حاجه جيت انا مشيت مول الحوت مالك غادي تدير لك هكا؟ مشيتي ما مشيتيش الله يمك تنغوتني ما معانا عزيز ماضي جاو صفاوا ليا ودخلناك بالله. دابا ركبتي في طاكسي، واش غادي نقول لك؟ الكلاتين الريحة كي دايرة خويا، نفس ليد النافذة بوطونة. انت باغي تنزل هنا وكتقول لي خويا لا زيدني شوية ليه مرحبا خويا، خاصني واحد الدريم الله يا ودي. بحال واحد طالع للطاكسي بحال تقول مية شي كان في الطاكسي هو زيد مكمل ومجمل حتى هو بلا يسباق ما تهزوش. طلعوا اخويا طلعوا الله يديك شدوا بلاصه، حنا ما سيمش نلعبوا له. انتما طلعوا الله يديكم، من هنا نقول لكم ما غتخلصوا 600 مني. مشكله ملي كنتم غادي ودخلني عليكم بالله، واش هاد الديسك اللي مخدم مع قوليا كي غادي توصل؟ ومن صعب نشدو طريق انا وياك في نصاصات الليل، وعما يشدونيش وعما يحكمونيش وعا سين عليا البوليس ناري ناري وجادة عمية. ما عرفنا غاد نوش حنا غاد مسافرين ولا غاد نعدكم السيرية، وباش كيزيد يكمل ويجملها ملي كتزبط تزبط كتقول لي يا خويا الله يرحم باك لما نفس لي هذيك الزاجة. هنا يا زاجة وخذ لها طهلو في السما وهبط البواني وحط خشبة وطلع الفوق قال غادي تهاو الدجاج. ماشي كارثة هذه كارثة. وتخيل معايا دابا مشيتي على السوق وكاين شي خدامة تبارك الله كتوقف عندو كتقولي السلام عليكم، كيف كان بالسلام؟ شحال اخويا الطاطا؟ 80 60 خود عمرت انت راه صعب باش تخوض خود. ماشي بحال واحد اللي كامل ويعرفك في الشطوفة صابح داير في سوقك بحال الكادر ديال انتي هادي. خويا بشحال طاطا؟ ولا لا نبقى نقول بشحال طاطا. وعلى خويا انت ما ياك كتبيع ما تقولش لينا بشحال طاطا؟ لا 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 شحال تانا انا من الخمسه ولا نقل في الصنادق ونقول بشحال طاطا. الشريف الله يجزيك بخير بشحال طاطا؟ وليدي قال 60 وصافي حنا راه كنعمرو في 60. الشريف خليها شي ب 50 غاتين غنتك على بوك واحد الكيلو تنوريك انا البلاد ديال بوانا. لا لا كنت انا اللي سير الحبيب فيها ونجني فيها. لا لا ياك يعني جاب لي مين ومشيت قلت لك تنشقي عليك بعد كوالا. انا هذا ماشي مشكله هذي وما نمشيوش بعيد كاع. دابا كاين شي وليدات كاين شي وليد كيضربوا الدريري مأدب كيشد الدقه واخا الدم مهود كيوصل عند ماما مسكين واخا مضروب كلو دميات كيدوي بالاداب. ماما شوفي ضربني انوار. ويلي 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 يلا صافي وليدي ما كاين باس، يلا دخل دخل نعمل لك شويه ديال بيتادين ونعمل لك الانكول. صافي ما كاين باس ولدي الله يسامح، واش غدير؟ يلا خليت ندوي مع بابا ولا ماما من الزوينين بحال مسخوت الوالدين مضروب في بوز نايقه وجاي كيجري تا المحمديه جاي كيغوت كاع الناس هابو
لا 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 والله يا ابو انا كنت خايف له. موتها هي شالوطيه. ما تهمي هالكلام. تقول لي كاش كاين انت شكون اللي فلقك انا؟ ويلي 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 الطخ ما كنت خايف. ويلي حفل عليه ويلي حفل عليه ويلي حفل عليه. ما انت شكون اللي خايف دكوك؟ وانت ما كيسكن بيه. يا تي اقول لك انا. امشي مو امشي مو دابا دابا الله يعوق قلت لك طيح حتى من الواقف ياك عادار واخا تكون طوازيه من ما نطيح بواي سقلوا لي انا دخل زيد كتغوت على بنتها ساره نعم ماما اش كديري امي ام كونيكتيا واتي خوك قلت لك ما فرقعوا لي راسو وانا مالي سيري دابا عند خوك القهوه طلعي عنده طلعي عند واحد وقولي يجي دابا وقولي ما تعطلش وقولي تبعنا دابا للدار ديال هذا اللي ضربو خوك وما تنسايش قولي لي يجي مقاقب